يعمل مطار الملك فهد الدولي بالدمام على تفويج حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم خدمات نوعية، حيث يتم نقلهم عبر 21 رحلة إلى الأراضي المقدسة عبر حزمة من الإجراءات والتجهيزات الإدارية والتنظيمية الهادفة لتهيئة السبل الكفيلة باستقبالهم وتسريع إجراءات سفرهم وتوفير وسائل الراحة والطمأنينة لهم. مطار الملك فهد الدولي بكامل طاقاته الاستيعابية يودع أكثر من 8000 حاج خلال موسم الحج 1440، وذلك عبر إطلاق باقة متكاملة من الخدمات بهدف توفير مختلف احتياجات حجاج الداخل. بالمرحلة الأولى تكون باستقبال الحجاج داخل الصالة في المطار، بعد ذلك تم توفير بعض الأركان الخاصة في المطار بمشاركة بعض الجهات الحكومية والجهات الخاصة. أركان توعوية تثقيفية دينية وصحية تواجدت بالمطار لخدمة حجاج بيت الله، إضافة إلى إحدائهم كتيبات تعريفية بمناسك الحج والعمرة وكل ما يهم الحاج خلال رحلة الحج. ما شاء الله يعني استفدنا منها كثير، كانت منظمة ويعني تعرفنا على أشياء كثيرة كنا ما نعرفهاش. ما شاء الله يعني من جينا المطار الشباب مو مقصرين، يعني في متطوعين وما شاء الله يعني صراحة كل شيء جاهز من دخلنا المطار إلى الطيارة ما شاء الله. كان الاجتماع اللي اجتمعنا فيه ما قصروا من الناحية الدينية، من الناحية التثقيفية والصحية. حرص مطار الملك فهد على التعاون مع كافة القطاعات الحكومية والخدمية بالمطار على توفير أعلى المستويات لراحة الحجاج وبذل جهود كبيرة في سبيل توفير خدمات مميزة لوفود الحج. هدى الغامدي، مطار الملك فهد الدولي، الدمام.